حبة شواية بس إيش في قلبك؟ كمون، فلفل أسود وملح. نحط التتبيلة هنا وندهن، نغطيها من جميع الجهات حتى من الداخل. نفود أسنان الجلدة من هنا كذا بالسكينة، أعطيها شرخة. دخلت معنا، تقدر تشوف كيف ربطتها بالجلدة بدون استخدام. حثبت فيه الدجاجة من هنا زي كذا وقفل عليه. حسوي رز خفيف، شوية بط، نزل معاه شوية جزر، نخليه بعد ما دبلوا معانا. نحط شوية طماطم ومعجون طماطم، البهار والملح، حقة الدجاج. نزل الرز بعد ما تسبك معانا، هيل وبهارات صحيحة وزبيب. لما تصير المرقة على مستوى الرز نعطيها تقليبة ونخلي النار هادية. هذا الرز صار جاهز معانا. هاي جهاز الشواية طلعناها، هذه علامة الجودة.